مطالب عدة للمواطنين في محافظة ريف دمشق تمحورت حول زيادة الاهتمام بمنافذ سورية للتجارة في المحافظة ومدها بالمواد الأساسية من أرز وسكر وزيت وسمنة وغيرها من المنتجات، وضرورة السعي الجدي للتوسع في إحداث صالات جديدة. أسعار مقبولة، يعني أسعار رخيصة، أرخص من برا بكتير يعني، الحمد لله، ومتوفر فيها كل شيء. المواد الأساسية لازم على طول تكون متواجدة فيها، هي كالسمنة والزيت والسكر والرز، لو كان ما في على البطاقة الزكية يعني إنه حر يعني ياخذه الواحد. المواد غير متوفرة بشكل جيد. بدنا نوقف نهار كامل حتى نحن ناخذ كيلو السكر. والله لازم نتواجد فيها شلتي، من زيت، من سمنة، من المواد الأساسية يعني للبيت، كلها لازم نتواجد فيها. أسعار منيح الحمد لله، يعني ما أحكم من برا بكثير. بالنسبة للسكر والرز المقنن في شوية تقصير، يعني لازم يكون في ضخ أكبر. ما عم تلاقي كل المواد موجودة، يعني هلا اليوم في سكر بكرة يجوز ما في. آليات عمل جديدة ووعود بتأمين احتياجات المواطنين من المواد في صالات سوريا للتجارة في محافظة ريف دمشق عبر تنفيذ مجموعة من الخطط للنهوض بواقع سوريا للتجارة. والله الصالات نحن عنا هون 4 صالات، ممكن كمان يعني فينا نفتح واحدة بسكن الشبابي. هلأ بيجيني أنا أكثر الناس من السكن الشبابي، ما في هنيك، فبيصير عندي ضغط كبير هون. خلال الفترة القادمة رح يكون في عنا افتتاح لعدد كبير من الصالات وبريف دمشق والمتباعد كمان، في عنا بمنطقة مثلا قريب منا ببيلة، بدوما، في صالة تانية رح يصير فيها، في ديماس، في أكثر من منطقة رح يتم افتتاح صالات فيها، وتعهد سوريا للتجارة لتواجد المواد المقننة والغير مقننة ضمن هاي الصالات. اي تقصير نحن حسينا انه، او المواطن حس انه نحن قصرنا فيه، بنعتذر منه وبنحاول انه الفتره القادمه تكون ضمن السياسه المحطوطه من قبل ادارتنا ومن قبل وزارتنا، رح تكون التواجد بصالات بكميات كبيره من المواد باذن الله، وخطه رح تكون جديده وتوصل للمرحله اللي هي الهدف اللي محطوطه فيها سوريا للتجاره.